السلام عليكم. ملتقى فلورنسا كان عرف تنافسية كبيرة ما بين سيفان حسان وكيبيغون، وعرف الفوز ديال سيفان حسان بالسرعة النهائية. هنا كانت محاولة ديال كيبيغون باش ديباسي سيفان حسان، ولكن كان رجوع قوي ديال سيفان حسان، وكان فوز قوي ديال سيفان حسان، وحققت أحسن إنجاز السنة وكذلك توقيت ديال الملتقى. في ملتقى موناكو 2021 9 جويلية غيكون رجوع قوي ديال كيبيغون، غتكون تنافسية كبيرة ما بين سيفان حسن وكذلك كيبيغون. كنشوفو قيادة السباق في الدورة الأخيرة من طرف سيفان حسن، ولكن السيناريو اللي شاهدناه في ملتقى فلورنسا فلن يكرر. فهنا يبدو كتشوفو العاية على محايا ديال سيفان حسن، والرجوع القوي ديال كيبيغون بسرعة النهائية دير رابع أحسن توقيت في تاريخ 1500، الثانية فقط على الرقم القياسي العالمي ديال ديبابا. ديبابا كانت دارت الرقم القياسي في 2015 3:50.07، دارت بيرسونال بيست وورد ليد، أحسن إنجاز حطمت الرقم القياسي الشخصي ديالها. غيكون تنافس كبير على الميدالية الأولمبية في 1500 بين سيفان حسن وكذلك كيبيغون، ولكن أنا أرشح كيبيغون. السبرينت الأخير فكان سبرينت سريع جدا في 100 متر الأخيرة، قوة كبيرة من الأداء السنة، فهي الأفضل لحد الساعة. وبهذا الرقم كذلك فكيبيغون تحطم الرقم الوطني ديال كينيا 3:51.07. شكرا لكم على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله.